فعايز أسألك على تصريح بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري النهاردة بأن مصر تستحق الدعم على ما فعلته بوقف الهجرة غير الشرعية. أتصور أن أنا لازم أسألك إيه هو شكل هذا الدعم اللي ممكن مصر تتلقاه بعد هذه التصريحات؟ أولاً المجر هي إحدى الدول الاتحاد الأوروبي وهناك علاقات قائمة بالتحت. يكفي أن نشير أنه لما قررت مصر يعني إعادة مرة أخرى رفع كفاءة بنيتها في قطاع السكك النقل في السكك الحديدية، قررت الدولة استيراد ما يقرب من 1300 عربة نقل سكك حديدية بالإضافة إلى بعض الجرارات، وده تم حوالي 1300 بالشراكة مع شركة مجرية كبيرة وأخرى روسية. كان في علاقات تمت او يعني مباحثات ومعاهدات بروتوكولات تعاون تمت فعلا ما بين وزاره الانتاج الحربي وبين هاتان الدولتان على هذا المستوى من البنيه التحتيه لمصر. اولا الاتحاد الاوروبي اشاره الى استفسار سعادتك، الاتحاد الاوروبي ممثل في يعني الصندوق الاوروبي والبنك الاوروبي موجود بالفعل في استثمارات موجوده داخل مصر على مستوى الاتحاد، موجود مثلا في محطة عملاقة لإنتاج الطاقة النظيفة موجود في بنبان، وموجود أيضا في مشروعات البنية التحتية وبما يخص المترو إلى آخره. ده على المستوى الاتحاد، وهناك كثير من المشروعات المشتركة والمساعدات اللي قدمها الاتحاد الأوروبي لدعم مسائل تخص مثلا يعني المرأة والشباب إلى آخره. كمان ما ننساش إنه على المستوى الثنائي هناك يعني تعاون واضح جدا، يعني مثلا دولة زي ألمانيا وهي من أقامت أكبر ثلاث محطات كهرباء في الشرق يعني في الشرق الأوسط وموجودة في بني سويف وبرج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة لأنه حتى قريب يعني تم توقيع تفاهم بخصوص إنشاء القطار السريع واللي هتنشئه شركة سيمس، بالإضافة إلى يعني شراكة فرنسية في المسألة. بما أننا جبنا يعني مثلا موضوع الشركات الفرنسية المصرية وده موضوع تم بحثه يعني والتركيز عليه قبل عدة أسابيع عندما كان الرئيس السيسي في زيارة إلى فرنسا، عاوز أقول إنه فرنسا كمان لها استثمارات كبيرة في مصر فيما يخص التنقيب عن البترول إلى آخره، أيضا إلى مشروعات أخرى إلى جانب إيطاليا. عاوز أقول إنه هناك علاقات اقتصادية كبيرة تجمع ما بين الدول الاتحاد الأوروبي وما بين مصر، وخصوصا يعني الدول الكبرى فيها زي يعني زي ما قلنا عندنا دولة زي فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا، بالإضافة إلى كمان أسبانيا. لا ده 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 محور. هناك محور آخر يخص الاتحاد الأوروبي أيضا، وهو المحور الموجود ما بين العلاقة الكبيرة جدا اللي اترسمت واصدرت في خلال السنوات الأخيرة يا فندم فيما يخص منتدى غاز المتوسط اللي وقعته أو أسسته مصر مع قبرص واليونان. ده كمان موضوع مهم جدا ومنظمة كبيرة جدا، ده فرصة للتعاون ما بين مصر وهذه الدول اللي هي في النهاية جزء من الاتحاد الأوروبي. إذن يعني مجالات التعاون ما بين الاتحاد الأوروبي ودوله وما بين مصر الحقيقة مرت بتطورات كبيرة جدا في الفترة اللي فاتت، مش بس مسألة المجر وزيارة رئيس الوزير المجري إلى مصر الآن. طيب أستاذ رجب، يعني الاتحاد الأوروبي قدم تمويلات لمصر بقيمة 756 مليون يورو في الفترة من 2014 ل 2020. لو حطينا ده جنب إشادة كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة مؤخرا بجهود الإصلاح الاقتصادي اللي بتتم في مصر على كافة الأصعدة، أسألك وأقول لك هل هذا الرقم بتشوفه مرضي ولا نتطلع لأن يكون أكبر من هذا بكثير وأوروبا تستطيع؟ قطعا هو رقم غير مرضي ورقم ضئيل جدا إذا ما قارنا القوة الاقتصادية والعددية وإمكانيات الاتحاد دول الاتحاد الأوروبي. ولكن يعني خلينا نبص للحكاية من وجهة نظر أخرى، خلينا نقول إنه خلال السنوات الماضية حدث تطور ملموس على هذه العلاقة، وهذا يعني كنا بنتكلم على علاقة تقريبا شبه مقطوعة ما بين مصر ومعظم دول الاتحاد الأوروبي. الآن
الآن هناك دعم إلى مصر أيا كان هذا الدعم، إذن هناك استيعاب وهناك احتواء وهناك يعني تأكد من صحة الرؤية والرواية المصرية حول العديد من القضايا. وأعتقد أنه بصرف النظر عن قيمة الدعم الأوروبي، موقف كثير من الدول حيال مصر في بعض الملفات الدولية الاستراتيجية بالنسبة لمصر أعتقد أنه أهم بكثير من هذه المسألة، على الرغم من أهمية وجود. طب ما تخلينا نبص على المسألة من منظور آخر، كم تبلغ استثمارات مثلا دول الاتحاد الأوروبي في مصر؟ نتكلم تقريبا عن 15 مليار دولار. طيب خلينا نشوف حجم التبادل التجاري اللي حدث فيه قفزات كبيرة جدا في خلال السنوات الست الماضية. بنتكلم النهاردة على رقم يعني تخطى بالفعل 30 مليار دولار، كل دي احصائيات وأرقام تتطور يوما بعد يوم، شهر بعد شهر الأرقام بترتفع. إذا هناك مزيد من الاستعداد للتعاون، يعني خلينا نقول بس كمان أنه الاتحاد الأوروبي مثلا كان ليه دور كبير جدا في مسألة إعادة يعني تحديث القوات المسلحة وإعادة تنويع مصادر السلاح. خلينا نبص مثلا الرافال والقطع الفرنسية اللي كانت يعني قوت من أزرع القتالية للقوات المسلحة. خلينا نبص للغواصات من ألمانيا ويعني رفع كفاءة لقواتنا البحرية. كمان إيطاليا كان لها مساهمات في هذه المسألة. ما أقصده أنه النهاردة مصر منفتحة على كل العالم وكل القوى الدولية، سواء كان هذا التعاون أمني واقتصادي أو يعني أمني أو حتى يعني استخباراتي معلوماتي فيما يخص مسائل الإرهاب والتصدي إلى الإرهاب وقوى الشر حول العالم. تعاون اقتصادي زي ما قلنا في أكثر من محور، إلى جانب التعاون السياسي، وهذا هو الأهم. لأنه يعني كلنا عارفين وحضرتك عارف أنه عندما يكون هناك تفاهم وتعاون سياسي تنطلق بقية القطاعات إلى العمل. بشكرك جدا يا أستاذ رجب، نورتنا. نورك يا فندم. شكرا جزيلا أستاذ رجب الشرنوبي المحلل السياسي.